عليكم. اليوم نروحوا لولاية تاع معسكر لنقف على المشروع تاع تصفية المياه المستعملة في بلدية محمدية بولاية معسكر أيضا، واللي دخل الخدمة في يعني الأيام هذه القليلة الماضية، تم تدشين ديالو من طرف والي ولاية معسكر. إذا مشروع هام جدا في تصفية المياه المستعملة، خاصة بالنسبة للمدن الداخلية اللي عندها بعض الصعوبات في تصفية المياه نتاعها، اللي قلة المجال المياه وغياب هذا النوع من المنشآت الهامة جدا في الحفاظ على البيئة خاصة، وتوفير يعني هذا المياه المستخرجة من هذه المحطات لتصفية المياه كي تستعمل في السقي مساحات زراعية. ولابد من تطوير البروسيدي يعني الأنظمة نتاع تصفية المياه بطرق بيولوجية، خاصة في تصفية المياه يعني استعمال أشعة الشمس و بعض التقنيات الصديقة للبيئة وتفادي استعمال المواد الكيميائية. نخليكم تابعوا هذا الفيديو حول الموضوع، والسلام عليكم. معسكر على وضع حيز الخدمة لمحطة تصفية المياه المستعملة لمدينة المحمدية بمعية سلطات محلية وممثلي جمعيات فلاحية، مهنئا إياهم بهذا المكسب الهام لتدعيم الفلاحة بالمنطقة. المشروع هذا اللي كان يتراوح منذ سنة 2010 في عمر 13 سنة، اليوم وضع حيز الخدمة هذه المحطة راح يكون عنده دور كبير في سقي المحاصيل الزراعية، وخاصة محيطة البرتقال اللي كانت تروح في الوديان بدون استغلال. اليوم صبحت هذه المياه الصالحة للسقي، وهذه هي الاستراتيجية اللي كان ينص عليها السيد رئيس الجمهورية من خلال الاستغمال العقلاني للمياه الجوفية، من خلال وضع حيز الخدمة محطة للتصفية لفائدة الفلاحين خلال حيز الخدمة بمعدل في البداية حتى 7 ملايين لتر يوميا، 7 ملايين لتر يوميا، وتروح الأمور بالتدريج إلى غاية نلحقوا 14 مليون لتر يوميا. المحيط كان يعاني من نقص المياه وكان فيه مطلب للفلاحين. نظروا لهذا الأستر من سنين، بالك راهي في 10 سنين ولا غادي، كل يوم نقارعوا كل يوم داروا كنسع جبر بالعالمين، جبر بهذه الولي وحرص على الافتتاح تاعها. اليوم الفلاحه هذو اللي هم سامينها وجوارينها اللي يوصلهم الماء يبشروا بالخير من على فقطار، والناس راهي تغرس من اول هذه الولي على الغبره من هذه الولايه. الولايه هذه راهي فيها غبره كبيره. السلطات بارك الله فيهم، بارك الله فيهم، راهي هذه راهي عندها 9 سنين حتى 10 سنين كانت حابسه. راه سيد الوالي هذا مين جا راه حل لنا هذه لاستير هذه. على كل حال ما غاديش تكفي كاع الفلاح، تكفي حاجه قليله، تكفي 300 ولا 400 قطار ما تكفيش كاع الفلاحات، تكفي حاجه بصح الحمد لله. على كل حال الحمد لله تنقص شويه. احنا الاساس تاعنا هو البراج، كي يخدم لنا البراج المشكل ينقلع. وهذه هي الاستراتيجيه اللي كان ينص عليها السيد رئيس الجمهوريه من خلال الاستغمال العقلاني للمياه الجوفية، من خلال وضع حيز الخدمة محطات للتصفية لفائدة الفلاحين والسقي المحاصيل الفلاحية والزراعية بصفة عامة. اليوم الحمد لله هذه المحطة اللي تسجلت منذ سنة 2010 ستعرف اليوم دخولها حيز الخدمة بمعدل في البداية حتى 7 ملايين لتر يوميا، 7 ملايين لتر يوميا، وتروح الأمور بالتدريج إلى غاية نلحقوا 14 مليون لتر يوميا. وكل هذه الكمية الهائلة من هذه المياه
اللي اليوم صبحت قابلة للاستغلال بعد ما تمر بمراحل التصفية والتطهير والمعالجة، راح تكون ذات منفعة جد مهمة لفائدة الفلاحين على مستوى كل سهل محمدي. إذن أنا نقول شكرا للقائمين على المؤسسة التطهير، وشكرا كذلك للقائمين على القطاع بصفة عامة تاع الري على مستوى الولاية، اللي كانوا احترموا الالتزامات واحترموا الآجال اللي كنا حددناها لهم في الزيارة السابقة من خلال وضع هذه المنشأة اللي هي استراتيجية، ترى استراتيجية كبيرة على مستوى الولاية. أنا نقول مبروك للفلاحين، مبروك على كل المنتجين للحوامض على مستوى سهل المحمدية اللي هما كانوا في انتظار منذ سنوات لهذه المشروع. هم الحمد لله سيوضع اليوم حيز الخدمة، وننسوا المعاناة اللي في السنوات السابقة. احنا يعني شكروا سيد الوالي، راح حل لنا زوج تاع المشاريع، حل لنا الاستاك هذه، وحل لنا المرشي، ورانا طلبنا على البارات. راه ان شاء الله يا ربي، راه قالنا الشهر هذا الداخل ولا في هذاك، غادي بالك 7 نوفمبر ولا 8 نوفمبر راه جاي الوزير يزيد بالك يقلع علينا هذا الضغط ان شاء الله، والمحمديه تولي ان شاء الله ناشطه.